نعرف. فأيضا من ضمن الأسئلة يقول: ما هي الأسباب التي تجعل القلب رقيقا؟ القرآن لا يجعل القلب رقيقا مثل القرآن. وإذا استطعت في الليل تقوم، ولو كان هذا بعد رقدة يكون أفضل من انكسار القلب، تتوضأ وأنت تستحضر أن وضوءك سيسقط شيئا من ذنوبك كما جاء في الحديث، ثم تبقي شيئا من الذنوب ليس باختيارك، لكن تعلم أن الوضوء لن يذهبها كلها في الغالب. ثم إذا وقفت بين يدي الله، لو قدر أنك فتحت المصحف قبل أن تقوم، وإذا كنت لا تحفظ، وتراجع آيات معينة في القرآن يعظم فيها الله جل وعلا، يعني ليست آيات أحكام، ولو قدر أن أحدا لا يراك يكون أكمل وأفضل، وأسمع قراءتك نفسك واذكر واقرأ هذه الآيات على في مصلاك، يغلب على الظن أن هذا قلبك وأنت قائم. هذه الآيات منها استنبط كيف يحمد الله جل وعلا ويدعى. نأتي لك بمثال. الله عز وجل يقول في خواتيم سورة هود: ولو شاء، قال الله تعالى: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. آخر آية: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه تقراها وأنت واقف. إذا سجدت استصحب الآية، ادعو الله، قل: يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، واذكر حاجتك أنت واقف، اقرأ: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ماذا قال الله بعدها؟ قال: فاعبده وتوكل عليه. فأنت تقول في السجود: يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، اجعلني من العابدين المتوكلين. خذ الطلب القرآني نفسه، ثم بعد ذلك قل: ادعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا، من خير الآخرة، مما أنت أصلا تحتاجه من هم أو غم نازل ذلك الوقت، حتى الله لعل الله جل وعلا أن يرفعه. هذا النموذج في فهم القرآن، حاول أن تدرجه على القرآن كله. الله يقول: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. أول ما يقع في قلبك كل ما ذكر لا يقدر عليه إلا الله، اقرأها وأنت على يقين أن كل ما تقرأه وتتلوه تعلم يقينا أنه لا يقدر عليه إلا الله. هذا أرجو الله عز وجل أن يكون معينا لأي مسلم، لأي مسلمة، في أن يرقق الله جل وعلا قلبه والعلم عند الله.